صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه النهاردة؟ الجو حلو جدا، عايزه اقولكم هوا وبحر وبجد الجو حلو قوي. تعالوا بقى اقولكم ايه احلى سان بلوك تقدري تستخدميه وانتي على البحر. بجد حلو قوي، في ناسب البشرة الجافة وفي ناسب كل انواع البشرات المبشورات. تعالوا بقى نشوف كده اقف كده تعالوا بقى نشوف انا بستعمل ايه. بصوا هو اسمه ايه؟ معلش البحر عامل شغل شوية. بايوديرما. بصوا بجد انا بقالي سنين بستخدمه لان انا بشرتي جافة وعندي حساسية من الشمس، فعندي على طول مشاكل. فبجد انا جربته، ده للبشرة الجافة وده كان 100% الحماية بتاعته. ده للبشرة الجافة لان اول ما تحطيها تحس ان هو دهني قوي على بشرتك، كمان بيدي لون كأنك حاطة انا نسيت الاسامي كلها، كأنك حاطة فاونديشن. هو بيدي لون على البشرة، احطه الوقت قدامكم وتشوفوه. ده بقى ما بيديش لون، هو شفاف على البشرة بس بيوحد لون البشرة في نفس الوقت، بيحافظ، هو 50% حماية، بيحافظ على بشرتك برضو من الشمس. حلو جدا، تقدري تحطيه على اي مكان في جسمك، باين على ايدك على وشك على اي حاجة حسب ما انت بتلبسي في المصيف، مفيش مشكلة خالص. عايزة اقول لكم كمان بصوا، هو يعني انت هتحسي ان درجته غامقة بس هو درجته مش غامقة، هو اول ما بيتحط على الوش خلاص الموضوع انتهى. بصوا كان هيقع عليا. لا لا بقول كان هيقع. عايزه اقول لكم ان هو بجد حلو قوي، تحطيه، حطي عليه الميك اب اللي انت عايزه تحطيه، مفيش مشكله خالص. بجد جميل جدا جدا على البشره. انا بستعمل ده عشان بشرتي جافه، فهو حلو قوي للبشره الجافه، بيديها ترطيب عالي لان البشره الجافه بتتاثر بالشمس اكتر. ده تستخدميه مع كل انواع البشره، حتى مع الجافه على فكره بيبقى حلو، مفيش مشكله منه خالص. مناسب جدا البشره الجافه لانها بتتاثر بالشمس اكتر، مناسب للناس اللي عندهم حساسيه من الشمس. انا عندي حساسيه من الشمس، فهو مناسب برضو للناس دي جدا. حتى انا لما رحت للدكتوره نصحتني بيهم من وقتها وانا بستعمله. دي الدرجات بتاعته يعني. الشمس لسه بشرتك ما اتاثرتش، ودي حقيقه فعلا. انا بقالي اسبوع في الشمس ولغايه دلوقتي كل شيء تمام زي ما هو، بسبب ان انا بستخدمه على طول، على طول معايا الاثنين دول. عايزه اقول لكم كمان ان ده الدرجه دي المفروض الفاتحه على فكره، وهي فعلا فاتحه، هي ما بتدهن على البشره، هوريها لكم دلوقتي، ما بتديش لون، فما تبصلهاش كده من بره وتقولوا ان هي غامقه. في بقى الاغمق منها طبعا البشره الغامقه، فانت عادي الحاجه اللي تناسب بشرتك. اوكي، لون بشرتك كمان. في حاجه عايزه اقولها لكم، ان الغامق اللي هو حمايته 50% هو مش غامق، هو بيوحد لون البشره بس. انا هوريه لكم، هو بيتحط كمان، هو بينشف على البشره، بتمتصه بطريقه فظيعه جدا، مش بيعمل اي اويلي او زيوت على البشره، للبشره الدهنيه او البشره المختلطه، عشان ما تبقيش بتشري عرق وكده. بصوا بقى ده اللي هو الغامق المفروض، او مش الغامق، ده اللي هو لاي جميع انواع البشره. بصوا اهو، انا اول ما هدهنه هحط كمان، اول ما هدهنه دلوقتي وتشوفوه انا بدهنه، مش هتلاقوا، مش هتلاقوه بيدي لون او اي حاجه. فاهميني؟ يا رب تكونوا فاهميني. بس حاسين بيكي. بصوا اهو، بصوا عايزه اقول لكم اهو ان هو ما بيديش اي لون خالص على البشره، انت شكلك بيبقى طبيعي جدا، وفي نفس الوقت حتى الحمايه بتاعتك، يعني انت كده كده شكلك ما بيتغيرش ولا بيغير ولا اي حاجه خالص، كانك حاطه كريم عادي جدا اهو. بصوا مفيش اي تغيير خالص، زي ما انتم شايفين نفس لون البشره بتاعتي. بتاع بقى البشره الدهنيه بيدي درجه لون، احطه بس هنستنى ايه دقيقتين ده ينشف كده عشان اوريه لكم. ممكن تحطيه على رقبتك او ايدك. بصوا هيبان برضو، يعني هو واضح من اول ما حطيته ان هو فاتح، لان هو يعني الميزه فيه ان هو بدل ما تحطي فاونديشن او حاجه بيعمل نفس النتيجة. هو قرب يخلص أصلا. الأسعار بقى على حسب العروض، يعني هو من مثلا
مثلا دايما هاتيهم في العروض، انا بجيب الاثنين مع بعض في العرض و... والميزه فيه كمان ان هو انت بيقعد معاكي فتره طويله. بصوا بيقعد فتره طويله ومش اغلى من 250، ودايما الصيدليات بتعمل العروض عليه فتستفيدي من العروض قوي. بصوا ده بقى بيفتح البشره زي ما انتم شايفين كانك حاطه سان بلوك بالظبط، فبيبقى بيبقى حلو قوي. بتقولي كانك حاطه ايه؟ سان بلوك، كانك حاطه فاونديشن. عايزه اقول لكم ان هو من احسن الانواع اللي جربتها بجد وجابت نتيجه حلوه قوي، البيوديرما اللي انا كنت ناسي اسمه اصلا، وزي ما انتم شايفين هو دهني وبيلمع كده، ده عشان ان هو للبشره الجافه. انا بالنسبه لي دقيقتين وهتلاقوا وشي يمتص كل الحاجات دي لان انا بشرتي جافه جدا. بجد يعني انا حاسه ان الريفيو ده مهم جدا للناس الكتيره اللي بيبقى عندهم وشهم لون ورقبتهم لون بسبب الشمس وايديهم وكده. انا بقول لكم بجد حلو قوي. لا لا خالص، انا بقالي سنين بستخدمه وجربت ده، فضلت فتره طويله بستخدمه اللي هو الفاتح ده، حتى وانا في الجامعه كنت بستخدمه، ما كنتش بستعمل معاه فاونديشن خالص، وبعد كده جبت ده كان عليه عرض فجبت الاثنين مع بعض وعجبني. يعني حتى اللي هو المفروض لجميع انواع البشره كان ماشي معايا برده، مع ان انا زي ما بقول لكم بشرتي جافه جدا. لما تحطي ميك اب في المصيف بتسمري، لان الفاونديشن مع الشمس بيعمل حاجات. هو بيتفاعلوا مع بعض، ان هو بيعزل الميك اب. انت حطيه وسيبي بشرتك 5 دقايق كده تمتصه، لان دي حاجه مهمه قوي. وبعد كده من غير ميك اب وبعد كده حطي بقى الفاونديشن بتاعك، حطي اي حاجه اعتبريه ده الميك اب، مش هتفرق عادي مفيش مشكله خالص. وبيقعد فتره يعني انا بجدده بس هو مش كتير، ما بيحتاجش يتجدد كتير. يعني لو انت خارجه في الشمس قوي الصبح بدري ممكن تجدديه مرتين في اليوم كفايه، يعني مش ان انت هتحتاجي تجدديه على طول. طيب ايه الفرق بين ده وبين الانواع التانيه اللي انت استخدمتيها؟ الانواع التانية اللي انا استخدمتها كانت دهنية قوي، دهنية زيادة، يعني تحسي انت بتعرقك قوي. غير كده كمان ما كانتش بتدي النتيجة، يعني برضو كنت بتسمري، فانت بتحطي حاجة الاسم ان انت حاطة سان بلوك وانت برضو بتسمري، فهي دي كانت مشكلتي مع الانواع التانية، ان انا بحس ان انا حاطة ومش حاطة، يعني اللي هو ملوش لزوم. انما ده انا بقالي يعني 6-7 سنين كده بستخدمه وما فيش. شرم اللي هو حر جدا ده كان كويس، كان حلو قوي. لان هناك ما فيش رطوبه زي هنا، البحر المتوسط بيبقى فيه رطوبه، انما في شرم ما فيش رطوبه فالدنيا بتبقى جافه قوي، بتحسي انت بشرتك بتتشقق من اقل حاجه، ومع الشمس والرمله خشنه فبيبقى الوضع صعب. كان حلو جدا هناك، خصوصا للي بشرتهم زي ما باكد عليكم، للي بشرتهم جافه بيستخدموا ده، واللي بشرتهم دهنيه بيستخدموا ده. عشان تعرفوا الفروق هتبقى مكتوب عليها ده 100% وده 50%. ده 50% حمايه. وطبعا اللون شاورينهم على الدايره اللي بيبقى فيها اللون كمان، دي بتبقى فاتحه ودي بتبقى غامقه شويه، بس ده بيمشي مع البشره الفاتحه لانه درجتين بس، ده وفي دايره اغمق من دي، الاغمق من دي البشره السمراء، وده اللي هو الدايره فاتحه فيه اهو واضحه جدا ومكتوب عليه اهو. عايزه اقول لكم بجد والله حتى اللي بشرتهم سمراء استخدموا سان بلوك، عشان مش عشان بشرتك سمراء تلاقيها تتبهدل من الشمس بتسمر زياده. في بنات يعني يقولوا احنا كده كده بشرتنا. لا لا خالص، انت هاتي الدرجه اللي هي الاغمق من دي، هم درجتين بس، دي الفاتحه وفي الاغمق منها، هاتيها واستخدميها. على فكره دي حتى مع البشره السمراء، عايزه اقول لكم على حاجه، هو شفاف يا جماعه، فانت حتى لو جبتي الدرجه دي هي كده كده هتديكي نفس النتيجه، مفيش مشكله. ممكن التانية تديكي لون شويه، انما دي كده كده الدرجه دي شفافه زي ما انتم شفتوها وطبيعيه جدا، مناسبه للون اي بشره بالظبط، مش بتدي لون معين. فعايزه اقول لكم مش هطول عليكم، بس بجد هو حلو، مش عايزه اطول عليكم في نفس الوقت، بس بما اننا في الصيف والحمد لله طلعنا نصيف، فعايزه اقول لكم ان مهم جدا تهتمي بالساند لوك بتاعك. فعلا لازم في مكان فيه بحر، حتى لو مش مكان مصيف ومكان حر، تنزلي الجامعه والكلام ده، احنا اتبهدلنا في الجامعه يا جماعه في الاول، بيبقى الشمس صعبه جدا. قولي لهم ان حساسيه
الشمس كمان مشاكلها انها بتقشر البشره، فاحنا انا حسيت الشمس كانت بتقشر البشره عندي دايما المنطقه دي وتحت عينيا، لدرجه ان هي مهتمين قوي بموضوع الصن بلوك وحمايه، ما كنتش عارفه صن بلوك كويس يعني، كنت بجرب كذا حاجه وبعد كده قلت خلاص عادي، ما هو انا كده كده بحطه ونفس المشكله بتحصل، لغايه ما الدكتوره بتاعت الجلديه قالت لي على البيوديرما، وانا من وقتها وانا بستخدمه بجد جايب نتيجه حلوه معايا قوي. عايزه اقول لكم ان انت ممكن تغمقي حاجه بسيطه وانت حطاه، حاجه بسيطه جدا، مش بس حاجه ممكن تغمقيها في العادي، في العادي بس بشرتك مش متاثره، مفيش فيها التهاب، مفيش فيها اي حاجه، وباستخدامك بيه على طول بتفتح. عايزه اقول لكم كمان بتبقوا قاعدين في مكان حر حتى لو مش معرضه للشمس، مجرد الجفاف بتاع الحر ده بيسمر البشره، فانت برضو تستخدميه، رطبي بشرتك باستمرار واستخدمي الصن بلوك خصوصا في الايام اللي احنا شهر 5 6 7 اللي هي ايام ايام الحر والشمس القويه، لان الشتاء بقى يجي في شهر 11 فاحنا معانا شهور حر كتير. فعلا يعني ممكن تلاقي نفسك لغايه اول 9 وانت الجو لسه في شمس وكده. طبعا البنات اللي هيقولوا ان هو غالي هقول لكم هو بيقعد كتير جدا، على فكره انا بجيبه في العروض بتبقى الواحده عليها واحده ثانيه، وانتي انتوا شفتوني انا حطيت ايه، حاجات بسيطة خالص وبتفرديها على وشك كله، يعني كمية بسيطة بجد بتجيب نتيجة، انت مش محتاجة تقعدي تحطي حاجات كتيرة. فهيقعد معاكي، انا بقعد معايا سنة، لو بتخرجي كل يوم ممكن يقعد معاكي اقل من سنة، بس برضو يعني هتجيبيه مرة او مرتين بس في السنة مش اكتر، وهيتبقى معاكي. يعني عايزه اقول لكم مصيف سعيد عليكم، ما تزعلوش ان انتوا ما بتنزلوش البحر كتير، هو مفيش نزول بحر اصلا، احنا جايين نشم بالهواء بس اهم حاجه. وبجد عايزه انكم تستفيدوا من الريفيو، لان انا يمين ان انا اوصل الموضوع ده لبنات كتير علشان الاهتمام، في بنات بتاهمل فعلا موضوع الصن بلوك، انتوا بتصرفوا في ميك اب يا جماعه، بتصرفوا في فاونديشن، في حاجات كتيره، فما تاهمليش، لان لما جسمك هياخد لون معين او وشك مش هيرجع لل، وبياخد وقت عبال ما يرجع. ولحتى التقشير برضو، التقشير ده انا يعني مش بحبه قوي، لان لو برضو تعرضت للشمس وما انتيش محافظه هيرجع الموضوع اسوأ. يعني انا بقول لك بشرتها بتشقق من الشمس، انا بشرتي بتشقق من الشمس وتحت عينيا بيتعور وبتبقى مشكله جامده، فالشمس حلوه بس ما تعرضيش نفسك ليها قوي، وما تتعرضي ليها لازم تبقي واخده الاحتياطيات بتاعتك. لو عجبكم الفيديو تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، و قناه نور ودودي يا ريت ما تنسيش تعملي سبسكرايب، واللي جربوا يقول لنا رايه فيه كمان. يا ريت كمان استنى رايكم في الكومنتات، لان احنا في وقت مصيف واكيد ناس كتير سافرت ومعاها الصن بلوك بتاعها، فكل يعني كل اللي جرب صن بلوك حلو زي ده كده يقولوا لنا ونستفاد من بعض.